شركتنا شركة عالمية تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، تتخصص في تطوير برمجيات تعنى بتحليل مضمون المواد المصورة، لذا فما تقدمه من خصائص وحلول يتمتع بدقة عالية، وذلك في مجالات النقل والإمداد اللوجستي والبرامج التثقيفية وصولاً إلى مجال الأمن. الشركة واحدة من الشركات النادرة التي تمكنت من مد الجسور بين العلوم والتقنية المعاصرة والحياة العملية، ما ظهر في صورة الحلول المقترحة والمنفعة والفائدة التي قدمت للعملاء أو المواطنين. تنشط الشركة اليوم في العديد من بقاع العالم على امتداد مختلف القارات، منها في آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، ولنا وجود تقليدي وقوي في دول رابطة الدول المستقلة. ورغم أن جزءاً كبيراً مما نقوم به موجه عبر شركاء لنا، إلا أن لدينا اهتماماً بالغاً بتهيئة الكفاءات، حيث نقوم بنقل المعارف والخبرات وجعلها بحوزة أكبر عدد من المهنيين والمهتمين. نفتخر بأن رقمنة الحياة والمدن الراهنين باتت جزءاً لا يتجزأ من الواقع، بما في ذلك إسقاطات التقنيات الحديثة على متعلقات مجالات البيئة والأمن. يمكنني أن أذكر من بين المشاريع الواعدة التي تتفاعل معها تطوير شبكات السكك الحديدية في الهند، حيث وبناءً على ما نحصل عليه في إطار تعداد الوجوه، نقدر عدد وسائل النقل أو القطارات اللازمة وكيفية تنظيم المواقف وغير ذلك. نعمل على لوغاريتمات خاصة تنظم عمل كاميرات المراقبة، وهذه التكنولوجيا أو اللوغاريتمات يمكن استخدامها في مجالات متنوعة، بدءاً بالمجال الأمني حيث مستلزمات تحديد هوية الوجوه، أو المجالات الأخرى التي تتطلب تحليلاً دقيقاً للقيام بعملية إنتاج أكثر جدوى وفاعلية. تترجم تقنياتنا عملياً بالدخول الأوتوماتيكي عبر الوجه وعدم اللجوء إلى البطاقة الشخصية ومراقبة سلامة عمليات وسلاسل الإنتاج وسيرها وغير ذلك. كما أن كاميرات المراقبة في المدن تساعد في تقليص الجرائم فيها وترفع من مستوى الأمن. تخيلوا، هناك مدن جرى خفض مستوى الجريمة فيها 4 أضعاف بفضل النظام المدخل من قبلنا.